السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، أحييكم مع حلقة جديدة من شهر المحبة. جاء في الحديث القدسي: لم تسعني سماواتي ولا أرضي ووسعني قلب عبدي. ما شأن هذا القلب الذي هو محل نظر الله عز وجل؟ ما شأن هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله؟ هذه المضغة التي تتغير أحوالها، تختلف بين قلب سليم وقلب مريض وقلب ميت. نريد أن نتحدث اليوم أعزائي المشاهدين عن هذه المضغة المقدسة، المضغة التي فيها الإيمان وفيها الشك وفيها النفاق وفيها قد يكون أيضا القلب الميت. معنا اليوم في الاستوديو الشيخ الداعية مصطفى أبو رمان. أهلا وسهلا شيخنا، حياكم الله. كيف الأحوال؟ الله يحفظكم ويبارككم ويتقبل أعمالكم إن شاء الله تعالى، وجزاكم الله خيرا أجمعين على هذه الاستضافة، وأسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه. آمين. يعني شيخ، لو بدأنا بالحديث عن أهمية القلوب، إلى أي مدى القرآن والسنة ركزوا على أهمية القلب بالنسبة للإيمان والصلاح وغير ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد حبيب رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المتقين. ربنا أثبت قلوبنا على دينك، واصرف قلوبنا وجوارحنا لطاعتك يا أرحم الراحمين. القلب، لأن الله سبحانه وتعالى يعني ما أرسل الأنبياء والرسل والمصلحين والرسل والكتب السماوية إلا لتربية هذا القلب وتزكيته وسلامته في الدنيا والآخرة. ولهذا قال الله عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم. فلابد أن يصل الإنسان في هذه الدنيا إلى قلب سليم قبل أن ينتقل إلى الآخرة. فكان دور الأنبياء تزكية النفوس وتربيتها، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبله لفي ضلال مبين. لأن هذا القلب، كما بدأتم بالمقدمة جزاكم الله خيرا وقلتم أن هذا القلب هو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن القلب هو العاصمة في هذه المملكة، هو فيه التخطيط بمثابة الملك، بمثابة الملك، وهذه الجوارح تنفذ ما يأمر هذا القلب. فإذا كان القلب سليما طيبا طاهرا زاكيا، بلا شك أنه سيأمر الجوارح بالخير والبر والإحسان، وإلا فسيكون قلبا من القلوب المنكوسة، القلوب السوداء. جميل. القلوب جميل. يعني ربما سنفصل وأنواع نعم. القلوب يعني هي سعادة الإنسان بهذا القلب، ومن هنا جاء هذا الاهتمام الكبير بها. نعم، في حاولت أني أستقصي عدد المرات التي ذكر فيها القلب في القرآن. نعم. فوجدت أن كلمة قلب بصيغها المختلفة جاءت 132 مرة، والصدور أيضا كناية عن القلب. نعم. جاءت 18 مرة، وكلمة فؤاد وهي أيضا تسمية مرادفة للقلب. نعم. 44 مرة، المجموع طلع 194 مرة القلب. هذا التركيز القرآني شيخنا على القلب، يعني لا يوجد ربما تركيز بهذا الشكل على عضو من آخر في الجسد. نعم. ربما مثل التركيز مثل على القلب. التركيز على القلب، يعني ما قولك بهذه؟ نعم. الإحصائية، يعني إذا كان القلب هو الذي يعقل عن الله عز وجل، وما أنزل القرآن إن جعلناه قرآنا عربيا لعلهم يعقلون، إذا هذا العضو في هذا الإنسان هو الذي يفهم عن الله عز وجل، وهو مركز التجليات التي تتنزل على الإنسان، لا تنزل على جارحة من الجوارح بل تنزل على القلب. طب كيف نميز بين القلب والعقل؟ يعني قد يسأل سائل إنه يعني لهم قلوب لا يفقهون بها، ما العقل؟ ما الفرق؟ يفكر، العقل يفكر ويتدبر، والقلب هو لتلك التجليات التي بعد أن فكر العقل ودبر يبدأ هذا القلب، هو الذي يعني مركز الشعور والإحساس الذي من خلال تفكير وتدبير العقل أصبح يشعر، يعني كأنه حاسة مرتبطة بالعقل،
كما ارتباط النفس بينهما بالشهوة والهوى إلى أن تنتقل في مراحلها التي ذكرها القرآن عز وجل. يعني كأن القلب يعني بين هذه المفردات التي ذكرت، العقل والقلب والنفس والروح والسمع والبصر والبصر كلها، فكأن الارتباط بين العقل والقلب عندما يعني إنسان عاطفته زائدة نقول له حكم عقلك، وعندما يكون العقل أكثر من القلب نقول له اذهب إلى عاطفة قلبك. فالعلاقة بين العقل والقلب علاقة وطيدة جدا، ولا بد من أن يكون ميزانا بين العقل والقلب في التفكير والتدبير، وهنا في المشاعر والإحساسات والعواطف التي هي مكانها القلب. هذا هو يعني بتعريف بسيط بين طب العقل والقلب. ماذا عن أنواع القلوب؟ يعني القلوب ليست قلبا واحدا، وإنما هي قلوب تتباين في قربها من الله، تتباين في القسوة واللين. والله نحن لا نستطيع أن نزيد على ما قاله ووصفه لنا النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم حين ذكر القلوب أربعة. القلوب أربعة: قلب المنكوس وهو قلب الكافر، وقلب المؤمن وصفه بالسراج المزهر أو يزهر، قلب يزهر أو سراج يزهر وهو فذلك قلب المؤمن، وقلب أسود منكوس فذلك قلب الكافر، أي اثنين. والقلب الثالث: أغلف مربوط على غلافه فذاك قلب المنافق، فذاك قلب المنافق، وقلب مصفح فيه إيمان وفيه نفاق. ووصفه النبي عليه الصلاة والسلام بهاتين الصفتين بالبقلة التي يمدها الماء، اللي هي نبتة، البقلة يعني نوع من النبات. نعم. والأمر الثاني أنها قال مثل القرحة، فيه مثل القرحة، يمد القرحة الصديد والقيح، فأيهما غلب كان له الحكم. يعني هذه القلوب الأربعة: قلب المؤمن، قلب الكافر، قلب المنافق، القلب الذي فيه بين الإيمان والنفاق. فإذا زاد سقي الإيمان من خلال هذه البقلة أو زاد تلك القرحة التي فيها القيح والصديد، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بهذا التقسيم لهذه القلوب لا نجد يعني قلبا خامسا، إنما هذه هي القلوب. فالمؤمن حقيقة يحرص على ما في كتاب الله عز وجل من أنواع القلوب، مثلا الحق سبحانه وتعالى يعني قال لهم قلوب لا يعقلون بها، أو القلوب ذكر القلوب الخاشعة، أو ذكر القلوب القاسية، يعني وهكذا. لو أردنا شيخنا أن نأخذ أهم الصفات التي وصف الله بها يعني هذا القلب السليم أو القلب يعني قلب المؤمن، ما هي يعني أهم المواصفات هذا يعني القلب؟ عندنا صفات المحمودة الممدوحة والمذمومة. نريد المحمودة بداية. بداية. يعني حتى يعني نتفائل إن شاء الله. صفة اللين. نعم. الإخبات. ثم الخشوع. قلوبهم. نعم. وجلودهم. نعم. الخشوع، الإخلاص، الحب لله، التقوى، الثبات، الخوف، الرجاء، الإنابة، هذه في القلوب المؤمنة، القلوب المحمودة. وهذه كل كلمة قلتها يعني هي لها آية في كتاب الله عز وجل. جميل. طب لو توقفنا عند صفة من هذه الصفات اللي هي القلب المطمئن، ألا بذكر الله تطمئن، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. طيب القرآن وصف النفس المطمئنة فقال يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، وقال ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يعني الطمأنينة تكون للنفس وتكون للقلب بنفس الوقت، عندما تتجاوز النفس المراحل الأولى قبل أن تصل إلى الراضي والمرضية، كانت في مرحلة الأمارة ثم انتقلت إلى اللوامة، إن النفس الأمارة بالسوء لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، ثم بالملهمة تلهم خير الخير خيرا والشر شرا، الخير خيرا فتتبعه والشر شرا فتجتنبه. الملهمة عندما يعني وهذا كله في كتاب الله عز وجل، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. بعد الملهمة الزاكية، بعد أن تنتقل من هذه المراحل الأربعة تنتقل إلى مراحل هي القريبة من القلب ومن صفات القلب: الزاكية، المطمئنة، الراضية، المرضية. ما شاء الله. نعم. طيب يعني في حديث أيضا يقول أن الإنسان إذا أذنب ذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا
عاد فأذنب مرة أخرى، تبقى هذه النكات السوداء أو النقط السوداء حتى يصبح كالكوزي مجخيا منكوسا، يعني كله أسود اللي هو الحديث بالضبط أو النوع المنكوس. يعني هون سؤالي شيخنا، يعني إنه المسألة مش الإنسان يولد قلبه أسود، لا، يعني كيف على الفطرة، أيوة، ناصع أبيض طاهر. إذن كيف تبدأ عملية مرض القلوب؟ كيف تبدأ عملية اسوداد القلوب؟ تبدأ عندما يبدأ الإنسان يدخل في هذه الدنيا وشهواتها وأهوائها، ويبدأ القلب يميل إلى هذه الأهواء والشهوات، وتبدأ الغفلة، يكون يقظا طاهرا نقيا، فيبدأ يدخل في الغفلة شيئا فشيئا، ما لم يكن هناك مذكرا بفطرته، مذكرا بعلاقته بربه، مذكرا بإنسانيته. فإذا هو كان في ذلك الطريق من نقطة إلى نقطة إلى نقطة حتى يصبح القلب منكوسا ومشخيا، إلا ولهذا يعني جعل الله عز وجل طريقا للتنظيف والتطهير، إن الحسنات يذهبن السيئات، أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. يعني هذا الطريق، طريق التزكية والتربية، لولا المربي ما عرفت ربي. حتى النبي يقول أدبني ربي فأحسن تأديبي، ولو سمحت لي، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يغان على قلبي، فأستغفر الله في اليوم 70 مرة، وفي رواية 100 مرة، ولم يقل يران على قلبي، كلا بل ران على قلوبهم. فما الفرق بين الران والغان؟ الأنبياء بالنسبة لهم أي غفلة هي غين، غين أنوار، ولكن بالنسبة لنا رين، ران وهو صدأ، هذا الذي هو نكتة فنكتة. هذا الران يحتاج إلى استغفار وتوبة وإقلاع عن الذنب، كما في الحديث إن القلب لا يصدأ بهذه النكات، بهذه المعاصي، بهذه الغفلة، بهذه يعني القسوة، بما يفعله هذا الإنسان يصبح هذا القلب بعد ذلك قاسيا، يحتاج إلى تربية وتزكية، ويحتاج إلى جلاء هذا الصدأ. إنه لا يغان على قلبي، فهذا الغين على، حتى منه كان النبي عليه الصلاة والسلام لانتقاله من نور إلى نور يستغفر. نحن نستغفر من معصية، انتقلنا إلى معصية، إلى غفلة، إلى شهوة، إلى هوى، إلى ذنب، نحتاج إلى استغفار حقيقي لنجلو هذا الصدع عن هذا القلب. جميل. طب شيخنا، لو تحدثنا عن علاج القلوب، يعني ما هي، يعني تحدثنا عن الأمراض أو عن المشكلات، كيف نصف العلاج؟ يعني أين هو؟ إن الله جعل لكل داء دواء، نعم. فإذا لابد من أدوية، لابد من علاجات يمكن لهذا القلب أن يعود، يعني اليأس من الله عز وجل، أو اليأس من الإيمان هو يناقض الإسلام. وبالتالي مهما كان الإنسان، في مشركين كانوا كفار، كانوا في غاية الظلم وكانوا في غاية العدوان، ويتحول بعد ذلك لإنسان قلبه سليم وقلبه مشرق بمحبة، نعم، الله ومحبة الناس. إذن يمكن أنه هذا القلب أن يشفى من أمراضه، نعم. كيف يمكن أن نعالجه؟ أولا معرفة الأمراض وأسباب هذه الأمراض. إذا عرف سبب المرض من الغفلة والفتن والشهوات والشرك والمعاصي والذنوب التي أدت إلى هذه الأمراض، من سوء الظن والحسد والغيرة والكبر والإعجاب بالرأي وإلى غير ذلك من الأمراض، كيف نعالج هذه الأمراض؟ علاج هذه الأمراض أولاً المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، والمتابعة ثانياً، والذين آمنوا أشد حبا لله. بغير الحب، وبداية بالحب، بحب الله، بحب رسول الله، بالمتابعة بعد ذلك. يعني هو أول العلاجات وأهم العلاجات المحبة. نعم. ديننا حب وود، ما لنا في الكون ضد، نصفح اليوم لغد كأب للولد. إذا وصلت إلى درجة المحبة تبدأ بعد ذلك، ولا تدعي أنك أنت الذي أحببت، لأن لولا محبتك له لك محبته لك ما أحبك. أنا يعني نواصل حديثنا إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. شيخ مصطفى أبو رمان، وأنتم أعزائي المشاهدين ابقوا معنا لنواصل حديثنا حول أحوال القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم من جديد أعزائي المشاهدين، والحديث عن أحوال القلوب، هذه القلوب التي إما أن تشرق وتريك هذه الحياة وما فيها من نعم وخيرات، وإما أن تظلم فلا تستطيع أن ترى
إلا الظلام وإلا الشر. يعني شيخ مصطفى، أريد أن أبدأ حديثي من الإمام الشعراني. حقيقة الإمام الشعراني كان إمام أهل عصري، يعني كان أكبر العلماء في ذلك الوقت في مصر. صحيح. وهذا الرجل العالم كان يشعر بقساوة القلب، وهذا يدل على أنه مهما كان الإنسان في علمه، العلم العقلي والمعلومات والأفكار، قد يكون من أعلم الناس ولكن عنده قساوة قلب. قال فبدأ يبحث عن إنسان مربي. قال فإذا بي يعني يطوف ويبحث بين خلق كثير، فلم أجد ضالتي عند أحد منهم حتى وجد عالما أو صوفيا روحانيا مربيا اسمه الخواص. وهناك قال هذا هو الرجل الذي بدأ يأخذ علم القلوب وبدأ يتربى على يديه. أريد يعني أن أسمع تعليقك على هذا العلاج، يعني كيف أن الإنسان بحاجة إلى مربي يساعد على معرفة علاج القلوب. تصور أنه هذا الإمام الشعراني صاحب 250 مؤلف، وهو من دافع عن الأكابر، وهو كاتب كتاب كشف الغم عن جميع الأمة في الفقه، الذي يعني جمع فيه المذاهب الأربعة، وتمنى أن يكون هذا الكتاب، يعني هو لم يكن يعرف أن خاله الذي يخوص السلال خواصا أنه هو من أهل التربية، فبحث عن من يعني يعالج قلبه، حتى جاء إلى خاله فقال له، يعني يشكو له، وأتخرجت يعني وتعلمت في الأزهر ودرست العلوم كلها. فبدأ به بماذا خاله؟ قال له انزل إلى الترعة واغتسل من علومك. انزل إلى الترعة واغتسل من علومك. فتفكر يعني الإمام الشعراني، يعني هذه السنوات كلها اللي تعلمتها أذهب أغتسل منها كيف يعني؟ ولكن كان يعني أول دور للتربية هو لمحق النفس التي ترى العجب فيما تعلمت وفيما عملت. فأطاع خاله بعد يعني ساعات تفكر، أطاع خاله ونزل بنية الاغتسال من كل ما في قلبه، وكأنه أمره أن يبيع كتبه أيضا. ممكن، في أنا قرأت يعني في إحدى الكتب، هي القضية معنوية. نعم. فلما خرج من الماء وكأنه لم يتعلم شيئا، وسلك على يد خاله فتعلم فوق ما تعلم، لأن الله سبحانه وتعالى يقول الذين ينتقدون هذه القصة أقول لهم واتقوا الله ويعلمكم الله. فعندما سلك على يد المربي وهو خاله علي الخواص، بدأت العلوم تنفجر من هذا الإنسان وتنطلق منه الأنوار بتلك الكتب التي هي بين أيدينا الآن. ولا يستطيع يعني أحد من العلماء في فترة قصيرة من العمر، يعني كالإمام النووي الذي عاش 45 سنة ويكتب يعني من المجلدات ما لو وزعت على أيام حياته لكان لكل يوم كراس، من أين هذا لولا التقوى؟ فهي التقوى والتربية والتزكية التي وصلت بهؤلاء العلماء إلى هذه الدرجة من العلم النوراني، وعلمناهم من لدنا علما. لا ننكر هذا الجانب، لأن في التربية والتزكية يخرج من الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. إذن في داخلك أنت أخذت فقط في هذه الدنيا من الأسباب للعلم، ولكن نور العلم وإخلاصك في العلم يحتاج إلى تربية. يعني في آية قرآنية تقول إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. هذه القلوب كيف تعمى؟ تعمى كما بدأنا، هي بتلك الأمراض والإنسان لا يستطيع أن يعالجها ولا يعرف أن لها علاجا، أو يقول يعني يدعي أنه أنا سليم وما عندي سقم ولا عندي مرض، يعني يتغافل حتى عن أو يعني يتكبر أن يقول أنا مريض، لكنه هو مريض حقيقة بهذا المرض، وبدأ هذا المرض حتى وصل إلى العمى. طب كيف يكتشف؟ لأنه لا يستطيع أن يرى شيئا حقا. كيف يكتشف الإنسان أن قلبه مريض؟ يعني قد يكون الإنسان يرتكب معاصي، يسأل نفسه هل خشع يوما وهو يقرأ كتاب الله؟ هل بكى من آية ترغيب أو ترهيب؟ هل عند زيارته لرحمه هل شعر بلطف في قلبه؟ عندما ذكر الله عز وجل هل اطمأن قلبه إلى هذا الذكر؟
عندما عمل صالحا خالصا لوجه الله تعالى هل شعر أن قلبه تغير؟ يعني لا نريد منه أن يقرأ القرآن، الذين يعني يتلون كتاب الله ويتلونه حق تلاوته، الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. هل وصل إلى درجة وهو يقرأ كتاب الله عز وجل ولانت يعني جوارحه وذرفت عيونه عندما قام الليل؟ عندما قام الليل هل وجد أثرا لهذا القيام؟ إذن القرآن، الذكر، المحبة، تطبيق السنة، يعني لا نريدها فقط يعني ظاهرية وشكلية ومادية وحسب، نريد أن يعني نشعر بها في حياتنا من بكاء، من تذلل. أقول لك شيء يعني الآن أفتقده، عندما نحن نكون في رمضان وصيام وقيام وصلاة وذكر وصدقات، لكن هل تجد في قلبك من هذه الأعمال كلها رحمة؟ جميل جميل. هل تجد في قلبك وأنت صائم خشوع وإنسانية وشعور بالآخرين؟ طيب، يعني شيخ مصطفى، الاعتياد على الشيء قد يفقدك الإحساس بروعته. يعني مثلا إنسان متعود أنه كل يوم مثلا يأكل فواكه مش حاسس بقيمتها بالضبط. فبيصير مرات الاعتياد المثال يعني الآية القرآنية التي أريد، يعني هذا مدخل لسؤال حول آية قرآنية، فطالة عليهم الأمد فقست قلوبهم. فقست قلوبهم. هل يحزن للمعصية ويفرح للطاعة؟ هذا الميزان. إذا أطعت الله هل تفرح بطاعته؟ وإذا عصيت هل تحزن أنك عصيت الله عز وجل؟ طب كيف نخرج من هذا الاعتياد؟ يعني أن يتعود الإنسان، يعني كما يقول المتنبي، ما لجرح بميت إيلامه. يعني بيصير الإنسان مش عمال يشعر، يعني كل يوم مثلا بشوف مشاهد على التلفزيون ناس بتنذبح وناس بتموت، بيصير يستمرئ. نعم صحيح. فقضية استمراء المعصية، استمراء الذنب، فكيف القلب اللي تعود على المعصية كيف له أن يعود فيستيقظ من جديد؟ ها نحن في شهر رمضان المبارك، قبل رمضان كنت ببرنامج في حياتك مختلف ودخلت إلى برنامج آخر، فاغتنم هذه الفرصة أنك خرجت من بيئة الإفطار والشهوات إلى بيئة الصيام والقيام والطاعات. إذا لم تكن هذه البيئة قادرة على تغييرك فلابد أن تخرج من إلى بيئة أكبر في رحاب الإيمان، أن يكون قيامك ليس فقط هذه 8 ركعات التراويح، ولا يكون صيامك فقط هذه الساعات. أنت بحاجة إلى دواء أكثر، بحاجة أن تجلس على كتاب الله عز وجل وتتلوه وتبكي وتذكر الله عز وجل وتخشع وتذهب إلى الفقراء والمساكين والأرحام والأيتام. ربما يكون دواءك بصدقة، يمكن أن يكون دواءك بصلة رحم أنت قاطعه، يمكن أن يكون دواءك بأي بذنب بطاعة أنت غافل عنها. فابحث عن كل الطاعات التي تقربك من علاج قلبك ومن صلتك بالله عز جميل. وجل. يعني الآية القرآنية التي تقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب، الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، أريد أن أبدأ من هذه الآيات لأقول كيف يمكن للقلب أن يستشعر بوجود الله عز وجل. يعني التأمل في الطبيعة، التفكر في الكون، يعني هل هذه الوسائل كلها يمكن أيضا أن تحيي القلب؟ مع هذه الوسائل أيضا أن يتذكر نعم الله عز وجل عليه. أنت موجود ولكن من الذي أوجدك؟ يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك بالتشديد أو فعدلك بالتخفيف؟ القراءتين نعم. صحيحات نعم. نعم. في أي صورة ما شاء ركبك. عندما يعني الإنسان ينظر إلى نفسه، سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، فما في الآفاق من علوم ومعجزات كبيرة في نفسك أيضا، وربط هذا الربط بين الآفاق والأنفس لتتفكر في نفسك. والذي لا يتفكر في نفسه ويبصر يعني داءها ودواءها منها، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولهذا بحاجة الإنسان أن يعرف نفسه، يعرف نفس من عرف نفسه عرف ربه. ومعرفة النفس يعني بلا شك لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين،
يا أخي النفس هذه الأمارة واللوامة خالفها، والنفس والشيطان فعصهما، وإنهما ما حباك المصحف التهمي، والنفس كالطفل إن تهمله إن تهمله شبع على حب الرضاعي، وأن تفطمه ينفطم. يا أخي افطم نفسك، جاءك يعني هذه الفرصة العظيمة في شهر رمضان، فافطم نفسك. ما دمت يعني ذكرت الشعر وأنا أحب الشعر، أهل التزكية والشعر شعر القلوب إذا صح التعبير، يعني كما مثلا في قول بعضهم: قلوب العاشقين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرون. نعم. يعني أحب أن أسمع منك، وأنا أعرف أنك تحفظ الكثير من الأشعار. العفو. أشعار القلوب، الأشعار التي تذكر القلب وتحيي القلب، يعني وإن من الشعر الحكمة. نعم، مشايخنا وعلماءنا ما حفظون هذا الشعر يعني اعتباطا، ولا ليقال عنا حفظت الشعر، لا، بل لأن الإنشاد إرشاد، الإنشاد إرشاد، والمنشد مرشد. عندما كنا نسمع من المنشد: يا حبيب القلوب أنت الحبيب، أنت أنسي وأنت مني قريب، يا طبيبا بذكره يتداوى كل ذي سقم فنعم الطبيب، طلعت شمس من أحب بليل واستنارت فما تلاها غروب، إن شمس النهار تغرب ليلا وشموس القلوب ليست تغيب، فإذا ما الظلام أسبل سترا فإلى ربها تحن القلوب. ونحن في شهر القيام والصيام نسيم الوصل هب على الندامة، فأنعشهم وما شربوا مداما، ومالت منهم الأعطاف ميلا لأن قلوبهم ملئت غراما، ولما عاينوا الساقي تجلى وأيقظ في الدجى من كان ناما، وناداهم: عبادي لا تناموا، ينال الوصل من هجر المنام، ينال الوصل من سهر الليالي على الأقدام واستحلى القيامة، فما مقصودهم جنات عدن ولا الحور الحسان ولا الخيامة، سوى نظر الجليل وذا مناهم، وهذا مقصد القوم الكرامة، فليكن مقصدك أعظم. يعني شيخ مصطفى أبو رمان بارك الله فيك، يحفظكم، وقد أمتعتنا فعلا بهذا الشعر الذي يحيي القلوب. وأنت ذكرتني أيضا بقول الشاعر: لقد نبتت في القلب منكم محبة كما نبتت في الراحتين الأصابع. أعزائي المشاهدين، يا رب يعني ما هذه الأشعار، اللهم ثبت قلوبنا على دينك، أمين يا رب، التي فعلا يعني تذكر وتحيي القلوب، هذه القلوب التي بحاجة إلى من يعينها ويرشدها. نحن بحاجة، عندما نمرض مثلا أجسادنا تمرض نذهب إلى الأطباء، نسارع حتى لو الإنسان جرح صغير، لكن كم من الناس يلتفت لجروح القلب، لأمراض القلوب، لأمراض عويصة وعميقة في نفوسهم القاسية وقلوبهم القاسية. أعزائي المشاهدين، إلى أن نلقاكم، أستودعكم الله.